وللحديث مشاهدينا عن تأثير موجة الأمطار على مناطق ديالى، معنا من هناك عبد الله هادي الشماري مدير بيئة ديالى. سيد عبد الله، مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا الجانب الإيجابي لموجة الأمطار هذه أنها أمنت المياه لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وزادت من منسوب بحيرة حمرين، لكن ماذا عن الجانب السلبي؟ ما حجم تأثيرها على المواطن والبنى التحتية في المحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكادر قناة الآن ومنياتنا لكم بالموفقية والنجاح. أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذا الاتصال. تفضل. سدة حمرين في محافظة ديالى الطاقة الإنتاجية مالتها الاستيعابية للبحيرة 100 مليارين و450 متر مكعب. نعم. حاليا الاستيعاب مالتها 750 مليون متر مكعب، فالفرق كبير. طيب، بعيدا عن الأرقام سيد عبد الهادي، تأثير موجة الأمطار هذه على المواطنين وعلى البنى التحتية، يعني كما شاهدنا قبل قليل تقريبا البيوت غرقانة بالماء وأحد المواطنين يحاول إخراج المياه إلى خارج منزله. نعم، موجة مطر شديدة أثرت على الدور السكنية والمناطق بسبب عدم وجود وحدة معالجة المياه الأمطار. المجاري موجودة لكن لا تستطيع استيعاب هذه الكمية من الأمطار. طيب، ما الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة للتقليل من الأضرار على المواطن وأيضا على البنى التحتية في المدينة؟ اليوم استنفذت كل طاقات غدا واليوم، يعني قصدي أمس واليوم، كل طاقات الدوائر الخدمية لتقليل من المياه الأمطار. طبعا الأنهر الموجودة في محافظة ديالى لا يوجد بها مياه بسبب شحة المياه اللي توفرت في الوقت الماضي. الآن تصرفت أكثر المياه إلى الأنهر والمبادئ اللي موجودة في قريبة من المدن. يعني يمكن القول اليوم أنه مدينة بعقوبة ومحافظة ديالى تخلو من المياه في الشوارع؟ منسوب المياه العالي أقصد؟ الطرق الرئيسية أخلت من عتها، لكن المناطق المنخفضة بقت فيها المياه. إن شاء الله اليوم وغدا لم يبقى من المياه، سوف ينتهي كل شيء إن شاء الله. طيب، من المتوقع أن هذه موجة الأمطار ستستمر إلى يوم الأحد المقبل، نصائحكم سيد عبد الله للمواطنين في ظل هذه الظروف؟ والله احنا نصائحنا للمواطن، المواطن يجب ان يساعد الدوائر الخدميه وان توفر لهم التسهيلات، وايضا يقللون من رمي النفايات في المناطق المجاري والمنهولات، حتى احنا بسبب النفايات الموجوده اللي ادت الى امتداد اكثر المجاري. ايضا ثقافه المواطن بهذا الاتجاه تقلل من الأضرار التي تحدث. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أعذرني، حدثنا من ديالى السيد عبد الله هادي الشمري مدير بيئة ديالى.